الرئيس السيسي يشارك في اجتماعات البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ويدعو لتغيير وجه القارة من خلال توفير البنية الأساسية والاستقرار. اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة تقرر إلغاء جميع القيود المقررة على دخول المصريين أو الأجانب إلى مصر. فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا تدعم منح أوكرانيا فورا وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي 6 مساء بتوقيت القاهرة 4 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تغيير وجه القارة الأفريقية وتحقيق طموحات شعوبها عبر توفير بنية أساسية من طرق وكهرباء ومشروعات مختلفة. وفي مداخلة خلال جلسة حوارية ضمن الاجتماعات السنوية 29 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والتي عقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة، شدد الرئيس السيسي على ضرورة أن تضع الدول الأفريقية آليات وخطوات ملموسة لتحقيق حلم القارة في تغيير واقعها وتطويره. يا ترى البنية الأساسية في القارة الأفريقية جاهزة إنها تلبي الطموحات والأمال اللي هي شعوبنا بتتمناها لبلادنا؟ أنا هديكم مثال على مصر. لما جينا نتكلم على مصر ونتكلم على تطوير البنية أو إيجاد بنية أساسية مناسبة ليها حتى تنطلق للعمل الأفضل، احتاجنا خلال ال7 سنين اللي فاتوا دول، وأنا مش مبالغ، بنتكلم في حوالي، انا هقولهم بالدولار، لكن تقريبا حوالي 400 500 مليار دولار. انا بتكلم على دوله مساحتها 1 مليون كيلومتر مربع، واللي احنا عملناه كان على تقريبا فقط 10-12% منه. طب القاره الافريقيه اللي فيها 30 مليون كيلومتر مربع، وبنتكلم على التكامل اللي انت بتناقشوه وبتقولوا التكامل بين بعضنا وبعض، يا ترى البنية الأساسية اللي تقدر تحقق ده للقارة الأفريقية تتكلف كام وهيجوا منين؟ إذا كنتم عايزين تغيروا وجه القارة الأفريقية وتخلوها قارة قادرة على إن هي تلبي طموحات شعوبها وأمال شبابها، أنتم محتاجين فقط إن أنتم تعملوا بنية أساسية في القارة دي. وخلال كلمته أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأمن والاستقرار هما الركيزتان الأساسيتان لإحداث أي تغيير مناسب للدول لتحقيق أمال الشعوب وقدرة الدولة على تحقيق الأمن. الاستقرار والأمن إذا غاب عن دولة، اوعوا تطلبوا من الدولة دي إنها تتقدم أبدا، لن تتقدم. وده الموضوع بقى ماليش دعوة هو جه ازاي، هي خطة، هو استهداف، هو عدم وعي الناس، انا ماليش دعوة. انا في النهاية بقول ايه، الحالة اللي بتصنف بيها بلادنا استقرار او عدم استقرار، فيها استقرار يبقى في امل، ما فيش استقرار يبقى ما فيش امل. بقول حتى القطاع الخاص اللي هم مواطني البلد، لو جيت قلت له تعمل مشروع عندك يقولك لو كانت البلد مش مطمن لها اروح بلد تانية، دي فلوس والناس بتخاف على فلوسها. ارجع تاني اقول النقطة المهمة جدا جدا هي الاستقرار والامن. كما أكد الرئيس السيسي أن هناك دولا في القارة الإفريقية لديها قدرات زراعية عالية، مضيفا أن تكلفة تأهيل وزراعة 1 مليون فدان يصل إلى 200 مليار جنيه أو ما يعادل 30 مليار دولار. طب ما في دول في القارة الإفريقية عندها قدرات للزراعة قد كده مرات كثيرة، لكن حد من زمايلنا اللي موجودين هنا يعرف إن أنا عشان أزرع 1 مليون فدان محتاج إن يكون في الكهرباء بتاعتهم، ودي تتكلف أموال ضخمة، محتاجة إن يكون في طرق وسكة حديد، ودي عايزة أموال ضخمة، ثم عايزة التكنولوجيا الزراعية حديثة، ودي أموال ضخمة.
عشان مليون فدان، مش عشان اتكلم على 25 30 مليون فدان او اكتر في دول جنب مننا. في يعني مش انا ما بحبش اذكر اسماء دول عشان ما يعني ما حدش يبقى ليه يعني يتألم من حاجه. احنا بنتكلم على اشقاء لنا عندهم 200 مليون فدان قابلين للزراعه، صحيح؟ طب ما احنا بنتكلم على الموضوع ده بقالنا 50 سنه ما زرعوش ليه؟ لان المطلوب مش موجود، المطلوب مش موجود. ودي القضيه، القضيه ما بين الواقع اللي موجود وزي ما قلت كده والقدره على تغييره. عشان تزرع المليون فدان دول بتتكلم في 100 و150 و200 مليار جنيه، يعني 30 مليار دولار. بالمناسبه لاي حد بيسمعني، اوعى تفتكر ان انا بقول ارقام، دي ارقام انا لا مؤاخذه بدير العمل بها في مصر هنا. هذا وقد توسط الرئيس السيسي صورة تذكارية مع عدد من رؤساء الحكومات والوزراء ومحافظي البنوك المركزية الأفارقة، وذلك عقب وصوله لمقر انعقاد الاجتماعات السنوية 29 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بالعاصمة الإدارية الجديدة. أشاد رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي بندكت أوراما بعظمة وعراقة الحضارة المصرية، مؤكدا أن مصر تركت آثارا رائعة للتاريخ. وفي كلمته خلال الاجتماعات السنوية 29 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، رفض أوراما الفكرة التي تتحدث عن أن القارة السمراء لم تنهض مجددا، معربا في الوقت نفسه عن انبهاره بالعاصمة الإدارية الجديدة. أرحب بكم اليوم في مصر من الأهرامات وأبي الهول في الجيزة، ومرورا بالمعابد والمقابر في الأقصر وقناة السويس والسد العالي في أسوان. لم تفشل مصر قط في ترك آثار رائعة للتاريخ. واليوم في هذه العاصمة الإدارية الجديدة تشهدون معنا صفحة جديدة من التاريخ ذات زخم كبير للإنسانية، حيث نشهد في هذه العاصمة الإدارية الجديدة التي ظهرت كمعجزة جديدة في هذه الصحراء التي استمرت لما يزيد على 7000 عام. We'll be right back.
في ختام فعاليات مؤتمر البرلمانيين العالمي للشباب في نسخته الثامنة بشرم الشيخ تتراية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي عن شعوره بالاعتزاز لاحتضان مدينة شرم الشيخ لهذا المؤتمر لتصير منارة للفكر والثقافة العالمية من خلال المؤتمرات، كما أعرب عن فخره بما شاهده خلال المؤتمر من حوار بين شباب العالم. وأضاف رئيس مجلس النواب أن قضية المناخ تمثل تهديدا وجوديا للعالم بأسره، وأن حوار الشباب هو ضرورة ملحة تفرضها التحديات النوعية التي يواجهها العالم. على مدار اليومين الماضيين تابعت بمزيد من الفخر والاعتزاز ما شهدته جلسات النسخة الثامنة من المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب من حالة حوارية راقية وبناءة بين شباب البرلمانيين من برلمانات العالم والخبراء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وهم يتبادلون الرؤى والخبرات فيما بينهم تجاه القضايا الأخطر عالمياً، بل أهم قضية من بين هذه القضايا وهي قضية تغير المناخ التي تمثل بحق تهديداً وجودياً لمقدرات عالمنا بأسره، وهو ما يرسخ فكرة أن الحوار بين شباب العالم بجميع فئاته لم يعد رفاهية وإنما ضرورة ملحة. أكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو أن مؤتمر البرلمانيين الشباب شهد على مدار يومين عملا جادا ومناقشات حرة فعالة فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ والتحركات القوية من أجل مكافحة الظاهرة. وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أشار باتشيكو إلى التزام شباب البرلمانيين من مختلف أنحاء العالم بالتوصل إلى حل لظاهرة تغير المناخ، لافتا إلى تأثيرها على حياة الجميع. About climate change and about actions, concrete actions to fight climate change. وفي تصريح خاص للتلفزيون المصري قال رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو: قمنا على مدار يومين من العمل الجاد والمناقشات الحرة الفعالة بمناقشة قضايا تغير المناخ والتحركات القوية من أجل مكافحة تلك الظاهرة. قابلنا أكثر من 200 من شباب البرلمانيين من مختلف أنحاء العالم. هذا يعني أن قادة المستقبل لعالمنا هذا ملتزمون بحل تلك المشكلة وإيجاد حلول لها. تغير المناخ حقيقة واقعية وليست نظرية، إنها تؤثر على حياة الجميع وليس فقط على حياة الأشخاص الذين يعانون منها بشكل مباشر، ولكنها تؤثر على نقص المياه والغذاء وأسعار الطاقة. فعلى سبيل المثال، منذ 5 سنوات مات أكثر من 100 شخص في بلد البرتغال، حيث حرقت غابات ودمرت آلاف الأشجار ومئات الواحات التي يعيش فيها الناس. كما قالت رئيس المؤتمر الدولي البرلمانيين الشباب عضو مجلس النواب سحر البزار، قالت إن الوثيقة الختامية للمؤتمر تسعى للتركيز على العلاقة بين تغير المناخ وحقوق الإنسان، وأضافت أن هذا الجيل يسعى لتحقيق العدالة المناخية في العالم. هذه الوثيقة تسعى للتركيز على المناقشات الرئيسية والتوصيات والأفكار المبتكرة. إن العلاقة بين تغير المناخ وحقوق الإنسان واضحة، لأن التغيرات المناخية المرتقبة سينتج عنها معاناة وضعف أكبر. نحن الجيل الذي سيحقق العدالة المناخية والذي سيكسر سلسلة التدهور البيئي من أجل التحرك نحو مسار أكثر استدامة دون تخلف أي شخص عن الركب. أمامنا دور خاص لنلعبه، وهو إشراك الشباب بشكل فعال في مؤسسات صنع القرار.
أعربت عضو مجلس النواب الأردني دينا البشير عن سعادتها بتمثيل بلادها في مؤتمر البرلمانيين الشباب في مصر، وأشارت عضو مجلس النواب الأردني إلى أهمية النسخة الحالية من المؤتمر، مشيدة بالاستضافة المصرية للمؤتمر ولا سيما في مدينة شرم الشيخ، وذلك في ظل أهمية قضية التغير المناخي. سعيدين أنه إحنا اليوم نكون وفد ممثل من 4 أشخاص عن مجلس النواب الأردني اللي بيكون من 130 نائب، وأكيد أنه إحنا كسلطة تشريعية داخل مجلس النواب لنا الحق في دور التشريعي والرقابي على السلطة التنفيذية، وبالتالي كان هذا المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين والمعني بالبرلمانيين الشباب، بالإضافة إلى موضوع أساسي ومهم وهو حول التغير المناخي، له أثر مباشر ليس فقط على دول محددة ولكن أيضا له تأثير مباشر على كافة الدول العالم. كان لنا شرف بالحضور وبعد انقطاع بسبب كورونا، ولكن هذا المؤتمر أن يتم عقده في دولة عربية وبمدينة شرم الشيخ، والتي تعد هي يعني مدينة الشباب والتي يتم فيها استقطاب كافة المؤتمرات الشباب عقدها في هذه المدينة، له يعني دائما الطبع المميز. ونحن نشكر دائما الحكومة المصرية ودولة مصر الشقيقة باستضافتها لنا واستضافة دائما مؤتمرات الشباب فيها. كما أكدت عضو البرلمان المكسيكي سانتياغو بيسكاسترو على أهمية مؤتمر البرلمانيين الشباب في مدينة شرم الشيخ بما يناقشه من قضايا حيوية أبرزها التغير المناخي. وأشارت عضو البرلمان المكسيكي إلى أن المؤتمر يهدف إلى دعم سبل مكافحة هذه الظاهرة من خلال المبادرات الفعالة في هذا الإطار. سعيدة بتواجدي هنا في مدينة شرم الشيخ لتمثيل بلادي في هذا المؤتمر الهام الذي يناقش قضية حيوية وهي التغير المناخي، بهدف دعم سبل مكافحة هذه الظاهرة من خلال المبادرات الفعالة في هذا الإطار. وأعتقد أن هذه القضية هي أعظم التحديات التي تواجه العالم خلال الفترة الراهنة. وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية على إلغاء جميع القيود المقررة على دخول المصريين أو الأجانب إلى مصر، وذلك في إطار متابعة الحالة الوبائية داخليا وخارجيا. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة رئيس الوزراء، وخلال الاجتماع تم استعراض آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد محليا وعالميا، وكذلك الموقف التنفيذي للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا. كما تم استعراض أيضا إجراء الاستعداد والجاهزية التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان بخصوص مرض جدري القردة. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي باستمرار إزالة أي مخالفات للبناء على الأراضي الزراعية يتم حصرها، وذلك من خلال منظومة المتغيرات المكانية وإيقاف حصول المخالفين على الدعم التمويني. وخلال لقائه بوزيري التنمية المحلية والزراعة وعدد من المحافظين أيضا والمسؤولين لمتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية، أضاف مدبولي أن الأمن الغذائي على رأس أولويات عمل الدولة المصرية والعالم بأسره، مؤكدا أن الدولة لن تتهاون مع من يهدد أمن مصر الغذائي، مضيفا أن الحكومة سوف تزيل المخالفات على الفور على نفقة المخالفين، موضحا أنه حتى الآن تم حذف 1471 مخالفا من منظومة الدعم التمويني. استقبلت أكاديمية الشرطة وفدا من قضاة وقاضيات مجلس الدولة للاطلاع على مرافق وكيانات الأكاديمية ومنظومة إعداد رجال الشرطة على المستويين المحلي والدولي، وهو ما يأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة الداخلية ومجلس الدولة لإنفاذ القانون وتحقيق الأمن. رجال الشرطة مع قضاة مصر شركاء في تطبيق وإنفاذ القانون لضمان العدالة الناجزة وتحقيق الأمن والاستقرار. من هنا تأتي أهمية التواصل والتعاون بين الجانبين، والذي بدا واضحا هنا في استقبال أكاديمية الشرطة لوفد من قضاة وقاضيات مجلس الدولة. زيارة بدأت بالتعرف على أنشطة وكيانات الأكاديمية من خلال عرض فيلم تسجيلي يوضح ذلك، فضلا عن التعرف على آليات اختيار طلبة كليات الشرطة. في إطار التعاون المشترك والدائم
والمستمر بين مجلس الدولة وبين وزارة الداخلية لتحقيق مزيد من التكامل والتعاون ومشاركة الرؤى وتبادل المعلومات والاطلاع على آخر مستجدات الأداء والتقييم في المجالات المشتركة بين مجلس الدولة وبين أكاديمية الشرطة. أعقب ذلك جولة قام بها القضاة لمرافق الأكاديمية المتنوعة، شملت مركز بحوث الشرطة وإمكاناته التعليمية والتدريبية لتدريب الكوادر الأمنية من الدول الأفريقية والشقيقة، وكلية الدراسات العليا، حيث تعرفوا على دورها في إعداد وتأهيل ضباط الوزارة للحصول على الدرجات العلمية العليا. وانتقل الوفد إلى المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، والذي أنشأته وزارة الداخلية مؤخراً للمساهمة في تدريب الكوادر الأمنية المحلية والأجنبية المشاركة في عمليات حفظ السلام. أكاديمية الشرطة طبعاً دايماً ليها الدور الأهم والرائد في إعداد الضابط والشخصية المسؤولة عن حفظ السلم والأمان في البلد. اتفرجنا على مقاطع مختلفة للتدريبات اللي بيمر بيها ضباط الشرطة في الأقسام المختلفة، وقدرنا احنا نتعرف على دور الأكاديمية المحلي والدولي والأسس التعاون اللي بتتم بينها وبين الدول المختلفة وخاصة الدول الأفريقية. شاهد القضاء والقاضيات بعد ذلك وخلال جولة مفتوحة داخل الأكاديمية جانباً من التدريبات العملية التي يؤديها طلاب كلية الشرطة في الميادين التدريبية المتنوعة، والتي تسهم في رفع درجة استعدادهم القتالي والبدني، ما يؤهلهم لأداء رسالة الأمن بكفاءة وفعالية. في خلال زيارتنا الميدانية اللي تمت اليوم طبعاً لمسنا التطور التكنولوجي في تدريب طلبة كليات الشرطة، وده كان ملموس جداً في المواضيع العلمية اللي تم عرضها علينا أو مختلف التدريبات اللي احنا لمسناها النهاردة. كل اللي بيتم في كلية الشرطة ده صرح عالمي، مش هنقدر نقول عليه حتى صرح مصري، بس بيتم على أعلى المستويات الأنشطة والمهارات اللي بيتم الطالب ان هو بياخدها. لفت نظري برضو المكتبة الرقمية والتطور الهائل اللي حاصل فيها، مجموعة الكتب اللي تم عرضها والأبحاث ورسائل الدكتوراه الموجودة بالأكاديمية، طبعا قاعات التدريب شفناها مبهرة. كما تفقدوا ميادين التدريب الفني الأمني على أعمال التخصص الوظيفي. وانتقل الوفد بعد ذلك إلى مشاهدة عروض الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة. تنظيم أكثر من رائع، عروض متميزة، تطور مستمر في أكاديمية الشرطة من أجل بناء جيل قوي. ما شاهده الوفد يؤكد على إمكانات متميزة تتمتع بها أكاديمية الشرطة، تسهم في تخريج ضابط شرطة عصري مميز علمياً وأمنياً وتدريبياً، مؤهلاً لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وقد تمكنت الوزارة من ضبط 412 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 75 طنا. وأما في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، فقد تم ضبط ما يقرب من 54 طن مواد غذائية وغير غذائية، كما تم ضبط ما يقرب من 22 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية. وأما في مجال قضايا المخابز، فقد تم ضبط 610 قضايا، من بينها 134 قضية خبز ناقص الوزن، 47 قضية خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم أيضا ضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 28.5 طن أقماح محلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي. أعرب وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ سامح شكري عن التقدير للتعاون القائم بين مصر والولايات المتحدة في مجالات تغير المناخ والطاقة النظيفة والتحول الأخضر. وخلال تلقيه اتصال هاتفي من المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري، لبحث أوجه التعاون والتنسيق الجاري بين مصر والولايات المتحدة في مجال مواجهة تغير المناخ، أعرب
وزير الخارجية عن التطلع إلى مشاركة أمريكية رفيعة المستوى خلال فعاليات الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والتي تستضيفها وتترأسها مصر بشرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل. دعمت فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا منح أوكرانيا فورا وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك خلال زيارة قادة الدول الأربع إلى العاصمة الأوكرانية كييف، تأكيدا على دعم أوروبا لأوكرانيا، بينما أعلنت واشنطن عن مساعدة عسكرية أمريكية بقيمة مليار دولار. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن حلف شمال الأطلنطي الناتو قريب من قبول عضوين جديدين. وفي مؤتمر صحفي في بروكسل عقب محادثات أجراها وزراء دفاع حلف شمال الأطلنطي، وصف أوستن قرار فنلندا والسويد بالانضمام إلى الناتو بأنه تاريخي. وسلمت فنلندا والسويد على خلفية الأحداث بأوكرانيا في 18 مايو إلى الأمين العام لحلف الناتو طلبا للانضمام إلى الحلف. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو تأمل في أن يحث القادة الأوروبيون الذين يزورون كييف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على تقييم الوضع بشكل واقعي. وأضاف بيسكوف أن روسيا تأمل ألا يركز القادة الأوروبيون فقط على دعم أوكرانيا من خلال ضخ المزيد من الأسلحة إليها، لافتا إلى أن هذا الأمر من شأنه إطالة أمد الصراع في أوكرانيا. أكد وزير البترول طارق الملا على أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بعد أن كانت تستورده، مشيرا إلى أنها تقوم حاليا بتصدير الفائض عن الاستهلاك المحلي، وبذلك أصبحت مصر مركزا إقليميا للتجارة وتداول الطاقة. مصر بالفعل مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز. يعني احنا الحقيقة بدأنا من 2020 نستقبل غاز من إسرائيل، رغم ان احنا عندنا اكتفاء ذاتي من 2018، وده معناه ان احنا بناخد هذا الغاز لعمليات التداول والتجارة والتصدير، والهدف من ذلك هو التأكيد على مكانة مصر في ساحة هذا النشاط الصناعي، وهو الغاز الطبيعي بكافة أشكاله، سواء غاز يتم نقله من دول المصدر زي إسرائيل ومستقبلا قبرص، ويتم ضخه في خطوط الأنابيب، ويتم إضافة إليه كميات بيتم إنتاجها في مصر أيضا، ويتم ضخ كل ده عبر محطات الإسالة الموجودة عندنا التي تعمل بكامل طاقتها للتصدير، وبالتالي يتم هذا التصدير من خلال شحنات مسالة تصل إلى موانئ أوروبا. في هذا الخبر مشاهدينا الكرام تنتهي نشرة أخبار الساعة 6، والآن إلى العناوين. الرئيس السيسي يشارك في اجتماعات البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ويدعو لتغيير وجه القارة من خلال توفير البنية الأساسية والاستقرار. اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة تقرر إلغاء جميع القيود المقررة على دخول المصريين أو الأجانب إلى مصر. فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا تدعم منح أوكرانيا فورا وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي. نهاية نشرة 6 من التلفزيون المصري. شكرا لكم وفي أمان الله.